الإسلام كما قلنا ونقول دائما يمثل في حياة القيم والمنهج السماوي، يمثل الماء في الأمر المادي. فكما أن الماء لا لون له ولا رائحة ولا طعم، كذلك يجب أن يكون الإسلام. إن لون الإسلام بعقيدة خاصة فقد خاصيته العامة الشائعة، كما يفقد الماء خاصيته حين يلون بأي لون من ألوان الشرابات المختلفة، فإنه يأخذ اللون ولا يحبه ولا يحبه ولا يقبل إليه إلا من عشق ذلك اللون. أما الماء فقدر مشترك للجميع. فضيلة الإمام الشيخ متولي الشعراوي، نعم، بهذا المنهج العلمي بدأ الأزهر تحقيق رسالته. نعم. تاريخيا بنعلم أن محمد علي اعتمد على الأزهر في إنشاء المدارس. نعم. استمرت المدارس تقوم بدورها. نعم. رحلة الألف عام أوصلتنا إلى تدريس العلوم الحديثة، حافظنا على قيم اللغة العربية، واستمر الأزهر يقوم بهذه الرسالة على مدار العمر. للأزهر أيضا فضل كبير على الحياة الفكرية والثقافية في مجال الأدب وفنون اللغة والعلوم. البعثات اللي ذهبت إلى الخارج أتت بأحلى ما في رحيق الخارج لكي تصله وتضخه في دماء شعب يحافظ على دينه ودنياه. هذه الرحلة الشائقة تحتاج إلى بيان شيق من فضيلة الإمام. كان ولا بد للأزهر ككائن حي يحمل حياة الذين عاشوا وعاشوا معه، أن يؤدي المهمة التي يتطلبها وجوده الزمني. فكما قلت أن محمد علي حينما جاء لينهض بمصر نهضتها الحديثة، لو نظرنا إلى العصر التركي الذي سبق محمد علي لوجدنا خير ما يمثل ذلك العصر هو قول شوقي رحمة الله عليه في قصيدته الكتاب: أنا من بدل بالصحب الكتابة لم أجد لي وافيا إلا الكتابة، صاحب إن عبته أو لم تعب ليس بالواجد للصاحب عابة، كلما أخلقته جددني وكساني من حلى الفضل ثيابة. قال شوقي في هذه القصيدة قولة تؤرخ وجود الأزهر في الفترة التي جاء محمد علي، قال: ظلمات لا ترى في جوها غير هذا الأزهر السمح شهابا، قسما لولاه لم يوجد بها واحد يقرأ أو يدري الكتابة. هكذا. إذن فمحمد علي حينما لجأ إلى الأزهر ليأخذ منه رجال البعوث الذين يوفدهم إلى الخارج ليحملوا ثقافات العصر، كان ولا بد أن يأخذها من الأزهر لأنه لا يوجد إلى الأزهر. وحينما أخذهم أخذهم بعد نضج ملكي، نضج ملكي يعني نضج في الملكة، بمعنى لأن العلم أكثر من أن يحاط به، فالذي يريد أن يعلم يعلم العقل كيف يتعلم، يبقى يديله ملكة التعليم. ملكة التعليم هي الأزهر كان حريص على إيجادها في نفس المتخرج منه، ليس استيعاب كل العلوم لأن ده أكثر من أن يحاط به، ولكنه يعطيه الملكة التي إن وجهها إلى أي فن من الفنون يستطيع أن يجود فيه. ولذلك نجحت هذه البعوث التي أخذها محمد علي وأوفدها إلى الخارج كل واحد في تخصصه الذي ذهب من أجله، لأن الملكة الاستقبالية في العلم ملكة مرباة في الأزهر، فليس لها إلا أن تتوجه إلى الجهة التي يحبها. وأيضا أفادت مصر في أول حضارتها أن الذين ذهبوا إلى هناك ذهبوا بعد أن تربوا في الأزهر تربية ربت لهم مناعة قيمية من دين الله، فلم تؤثر فيهم هذه البلاد بحضارتها ولا بزخارفها. وحينما كانوا يرون كل شيء يفرقون بين علم مادي جاءوا ليأخذونه من هنا ليأخذوه من هنا وبين علم قيم يجب أن لا يؤخذ إلا من مصر.
بخلاف الذين جاءوا بعد ذلك فقد ذهبوا بعد ذلك مستغربين يطلبون العلم بدون هذه الخميرة الدينية. فأثرت فيهم هذه الحضارات في ناحية المادة التي ذهبوا إليها، وأثرت أيضا في ناحية القيم.